شيء آخر، وهي ظاهرة منشوفها كتير ولا سيما في الشرق الأوسط، ليس للملوك أن يشربوا الخمر ولا للعظماء المسكر لئلا يشربوا فينسوا الأحكام الواجبة ويحرفوا حق دعوة البؤساء. فإذا بالعهد القديم كان الله بيطالب في وقت الخدمة إنه الكاهن ما يشرب خمر، وكان بيطالب الملك ما يشرب الخمر على أساس إنه ما يصيرش يترنح، يكون دائما قراراته صائبة ومشورته مفيدة لكل من حوله. لما الإنسان بيطلق العنان إلى نفسه يشرب المسكر وبيشرب الخمر، مش بس بيخرب نفسه، لما بيخرب نفسه القائد بيأثر على مجتمع كامل اللي هو على بلده في كل مكان.